واحد ثم حوالين يعني واحد محاور واحد بس اثنين طيب ماشي المحاولين ماشي امان الله يعني وانا هدفع للناس الشروط عشان تدخل الجروب انت بتعمل كام حاجه بتبع صوره الكارنيه الكارنيه بتاعك مش موجود لاي سبب ممكن تصور البطاقه عايز تحافظ على معلوماتك اللي في البطاقه انا عايز صورتك واسمك الباقي ممكن نشيله يعني دي حاجه الحاجه الثانيه بتبعت يعني انت بتبعت تنزل على الفيسبوك اكونت بتاعك فبتبعت صوره الكارنيه او البطاقه بتبعت صوره الصفحه اللي فيها اسمك في الكشف الصفحه كامله عايز تشوف الهيدر اللي من فوق ده وتحط علامه على اسمك وبعدين تعمل جوين ريكويست تروح للجروب ان انت عايز تدخل تعمل جوين الثلاث حاجات دول لما يحصلوا تدخل الجروب كويس كده؟ لو سمحت ما تكسلش في الموضوع ده ليه؟ نهدى نهدى انا كنت حكم الكورس بتاعت المره اللي فاتت ما اصل انا بتكلم فانت بتتكلم فالقصه بتاعت الفيسبوك جروب بتاعنا ليه مهمه؟ لعده اسباب واحد هتلاقي بسرعه الحاجات ايه اللي انت عايزها يعني مش لازم تستنى لما تروح تصور البروبلم سيت او الشيت يعني مش لازم تستنى لما تعمل يعني تدور على حل الشيت الشيت ينزل حل ينزل وامبارح عملت حل للبروبلم سيت او الشيت الاولاني يعني فيديو وحطيت اللينك على الجروب احنا عندنا الجروب بتاع فيسبوك وعندنا شانل يوتيوب بس اللي بعمله على الشانل بحط اللينك بتاعه على الجروب بتاعه لو انت عندك سبسكريبشن في الشانل المفروض يجي لك ابديت لما انا بعمل حاجه فالتشارك بتاعتنا في اليوتيوب فيها كام حاجة مفيدة دي؟ نعد بقى. واحد عندك الفيديوهات بتاعت المعرض عشان تحضر التجربة. اثنين لو انت في ناس كتير اشتكوا ان هم مش فاهمين كويس التغطية المصرية بتاعت تجربة المعرض. في ناس اشتكوا في حاجات كتير ده صحيح لان انت لسه ما خدتش المحاضرات. يعني انت لو خدت فوتو ريكتد افكت في الكوانتم ففيديوهات المعرض اللي عنده مشكله في الخلفيه النظريه اللي عايز يفهم اكتر ومش مستني المحاضرات مش قادر يستنى لما ياخد الحاجات في المحاضره في حاجه اسمها فيديوهات مراجعه للمعنى ريفيجن دي اللي انا بعملها للناس عاده علشان لازم الامتحان المعنى يراجعوا بيها يبقى فيها الخلفيه النظريه بقى مش بس الخطوات ممكن تستعملها قبل امتحان المعمل او ممكن من دلوقتي من بدري لو انت عايز تفهم اكتر تجربه المعمل بس انت مش مطالب دلوقتي بالخلفيه النظريه اللي انت استخدمتهاش كويس في على اليوتيوب شانل في فيديوهات الماتلاب اللي هم حصتين كبار كده ماتلاب ساعه وربع ساعه وربع دول كويس قوي لو انت اتفرجت عليه تاني لكن ما هوش جزء من المنهج مش هتفهم فيه فاللي عايز يتعلم ادي فرصه قدامك تاني في فيديوهين للماتلاب ساعه وربع وساعه وربع دول ياخدوك من صفر لحد مستوى معقول وان شاء الله الماتلاب قدامك وتنافس تمشي ورا الفيديو تقول لي مثلا اقول لك في مثلا مثال حط الاكس كذا واي كذا اكس واي مع اكس تروح تقلل من الفيديو هتتعلم بسرعه والحاول تعلم الحاجات دي بدري قبل ما تشرني قبل ما تسجلش من المعامل الحاجات دي شد حيلك في كمان نزلت فيديو للمكان اللي في الشيت يعني علشان الشيت ده في بارت 1 اساسي وبارت 2 مالتيبل تشويس كويشنز اللي هي ام سي كيو اللي هي الترم اللي بعده وبارت 3 ده مكان فانا ما بعتبرش المكان جزء من المنهج خلاص كده فانا عملت فيديوهين منفصلين واحد لحل المسائل بالام سي كيو انا نزلت بقى الليل الجديد على الجزء اللي هو نمره ثلاثه في الشيت اللي هو طيرين المكلاب اللي بنجربهم مع الشيت ده. طيرين المكلاب دول شخصيا بيبقى فايل المكلاب معمول اكستنشن دوت ام. دوت ام ده الفايل اللي بيشغله المكلاب يعني الفايل اللي بيشتغل ببرنامج الوورد بيبقى دوت دوك دي او سي او دوكس دي او سي اكس. فالمكلاب بيفهم فايل اسمه دوت ام. الام ده داخل جوه المكتب شغال انا حاطه لك جاهز برضه على الجروب بتاعك الجروب بتاعك ممكن تروح في حته اسمها فايلز في ده كده من فوق على اليمين حاجه اسمها فايلز تفتحها تلاقي اي فايلات انا حملتها الشيت وحاله والحاجات المكتب وخلافه ومثلا كمان في سيكشن انا عامله للاسئله ما حدش يرمي لي السؤال في اي حته في الجروب وما حدش معاه في اسئله تخص المنهج لو سمحت بمسجز عندك سؤال في شابتر 1 في صوره كده مكتوب عليها شابتر 1 الصوره دي في الفوتوز او ممكن تلاقيها من جوه الفايلز او ممكن تلاقيها من جوه البيج بوست. الصوره دي مكتوب عليها شابتر 1 يبقى دي بتخليها تكون الاسئله ليه؟ علشان لما حد يسال سؤال وحد عنده نفس المشكله هيلاقي السؤال بحد ما يجيش يسالني تاني. فلو سمحت تحط الاسئله بقى شابتر 1 انا عامل له صوره كده وحط تحتها الاسئله يمكن تلاقي اجابه السؤال بتاعك اوريدي متجاوب مش لازم تساله حد قال لك تساله. اي حاجه انا بعملها عشان واحد يقول لي يا عم انت شغال كده في اليوتيوب
موبايلات ومش عارف ايه. اي حاجه انا بعملها، اي حاجه انا بعملها تخص المنهج بتاعنا موجوده جوه حاجه اسمها البنت بوست. ايه بقى البنت بوست ده؟ ده البوست الاولاني في الجروب، ده البوست اللي بيتعلم اللي هو عمره هينزل تحت مع الوقت. البنت بوست ده انا كل شويه بقضيه وبعمل ايديت بفتحه واكتب انا عملت كذا بتاريخ كذا. يعني هتلاقي البنت بوست اللي فوق خالص لاست ابديتد اخر مره عدلته كان بتاريخ كذا. فتفهم اخر مره، يعني مثلا عملت تشيك على البنت بوست لقيت ان هو اخر مره اتعدل بتاريخ مثلا 4/10 خلاص كده. فات يومين ورجعت بصيت على البنت بوست لقيت التاريخ اللي من فوق 4/10 يبقى انا ما عملتش حاجه جديده. فات كمان يومين ورحت للبنت بوست لقيت اخر التاريخ مكتوب من فوق 4/10 يبقى برضه انا ما عملتش حاجه جديده. لقيت مكتوب 8/10 يبقى في يوم 8/10 انا عملت حاجات جديده. اللي هي ايه بقى؟ تقوم تنزل البنت بوست تتفرج. دايما الحاجات مترتبه، يعني اول حاجه مرتبه بتبقى تحت خالص الجديد فوقيه الجديد فوقيه الجديد فوقيه. فاقول مثلا انا حطيت فيديو على الشات بتاع اليوتيوب ادي اللينك بتاعه، انا حطيت الشيت ادي اللينك بتاعه، فانا حطيت حد الشيت ده اللينك بتاعه وهكذا. فاي حاجه انا بعملها عشان ما تقعدش بقى اسكندر الكاميرا فين في الجروب ادور فين في الشانل، اي حاجه انا بعملها بسجلها في البيت بوست. ده عامل زي كده محضر الجلسه، كويس؟ الساعه كذا يوم كذا عملت كذا. خلاص؟ فالبيند بوست ده مهم قوي، ده فيه كل حاجه انا بعملها. طيب المره اللي فاتت وقفنا فين بقى؟ في شابتر 1، المفروض النهارده اخلص شابتر 1 ونمشي شويه في شابتر 2. زي ما كنت قلت قبل كده انا هدفي الرئيسي دلوقتي عشان نبقى عارفين احنا رايحين فين. الهدف الرئيسي ان احنا نلحق امتحان المعمل. امتحان المعمل امتى؟ في الاسبوع امتى؟ 7 أو 8 في المنطقه دي. طيب وعلشان ده يحصل انا هعمل ايه؟ شابتر 1 هناخده كله، شابتر 2 هناخد سيكشن 2.1 2.2 او 2 سيكشن. الباك مش مبني، الباك متاجر. شابتر 3 هناخد 3.1 3.2 3.3 والباك متاجر. مش مبني. الشابتر الوحيد المبني شابتر 6. 6 مبني مش هناخد 6. خلاص كده؟ يبقى هناخد شابتر 1 كله، حته من 2، حته من 3، اللي باقي في 2 واللي باقي في 3 متاجر ياخد 6. علشان هو ما يخصش امتحان المعمل وعلشان الرياضه بتاعته انتوا لسه هتاخدوها في المعادلات التفاضليه مع الدكتور رامي. ابتديت الديفرنشال ايكويشنز معادلات تفاضليه، ابتديت الديفرنشال ايكويشنز. ان شاء الله بقى لما تاخدوا حاجه اسمها السكند اوردر لينير ديفرنشال ايكويشن نون هوموجينيوس لما تاخدوها هناك في اخر الترم ساعتها لما نرجع لباقي شابتر 2 و3 وشابتر 3. طيب عملنا ايه شابتر 1؟ قلنا الهدف كان ان احنا نعمل سيركولار موشن، ان في نقطه عماله تتحرك على دايره، دايره دي نص الكهرباء والريت بتاعها ايه؟ كان الهدف مش السيركولار موشن في حد ذاتها، انا ما يهمنيش مش هسالك فيه. انا اللي يهمني هو ان انا عايز اوصل للمعادله بتاعه السيركل هارمونيك موشن. ازاي اتعامل مع السيركل هارمونيك موشن؟ ماتيماتيكي هو ده الهدف، لازم لما تيجي تدرس حاجه تبقى عارف انا رايح فين، انا بعمل ايه. فانا الهدف من الحته دي ان انا اوصل للمعادله توصف لي جسم بيعزف هارمونيك موشن، عايز يعزف هارمونيك موشن تاني بسرعه. سيمبل يعني ايه؟ يعني انا مطنش الفريكشن ومطنش ادي سورس اوف انرجي زي الموتور او الاي سي سورس. لو مثلا في دايره كهرباء حطيت اي سي سورس او مصدر تيار مندرج ده في دايره كهرباء شبيه للموتور في الميكانيك. ده سورس اوف انرجي وده سورس اوف انرجي. سيمبل هارمونيك موشن يبقى لا بدل فريكشن مفيش فريكشن مفيش اتكاء ضايع الانرجي، الانرجي محفوظه في الظرف ومفيش سورس اوف انرجي من بره، مفيش لا موتور في الميكانيكا ولا كهرباء مصدر كهرباء في الالكتريكال سيستم. دول هناخدهم امتى؟ الجوائي بقى اللي هي شابتر 2 و3 و4 لما ياخد ان شاء الله ديفرنشال ايكويشنز كويسه في الرياضه. فاحنا بنعمل سيمبل، ادي سيمبل هارمونيك يعني ايه؟ يعني الجسم بيعمل حركه بتكرر نفسها كل شويه لنفس المنظر تاني. حركه توافقيه بتكرر نفسها. فبتكرر نفسها كل بيريود تايم او كل زمن دوري للسنين ده بترتيب. كويس. موشن يعني حركه. طيب واحيانا بنسميها اوسيليشن، لو ما كانش السيستم ميكانيكال يبقى فيه موشن. في حاجه بتتحرك. اوسيليشن ده تذبذب، ده اللي هنستعمله لما نتكلم في الكهرباء، لان الكهرباء مفيش موشن، الدائره الكهربائيه بتتحرك فيها بس. شارج عماله بتروح طيب يبقى سيمبل هارمونيك موشن، فين سيمبل هارمونيك موشن؟ درسنا اول سيركلر موشن عملنا مصدر او بروجيكشن للحركه بتاعت الجسم على اكس اكسس وعلى واي اكسس، اتكلمنا فيهم بالتفصيل المره اللي فاتت، ولقينا ان الجسم على اكس اكسس مثلا
حتى نسقط كده اهو، فالجسم ده بيروح ويجي بيطلع في الدايره هنا، فبيروح يروح لحد ثالث ايه ويرجع يرجع لحد ايه ويرجع مطرح مكان ثاني وهكذا لغايه كده. ودي بتوصف ازاي؟ ايه ده رينيس بكوزاين تيتا. فاحنا وصلنا الى معادله بتوصف السيمبل هارمونيك موشن ببساطه. يعني جبنا نموذج نعرف المعادله قد كام مدى. ليه بدرس السيمبل هارمونيك عشان انا بجيب السيمبل هارمونيك؟ علشان من المنظر ده اعرف اجيب معادله اتفاهم بيها مع السيمبل هارمونيك موشن. الحقيقه مش كده. الحقيقه ان انا عشان اوصل السيمبل هارمونيك موشن ايكويشن صح، الصح بقى علميا يعني مش كده، ده دي طريقه ببساطه للناس اللي ما خدوش الرياضه مش مقدمه، ما خدوش الفيش اكويشنز لسه. الحقيقه بقى هي بالعكس، احنا في الاتجاه اللي رايح ده اللي راجع، ان انت تمسك الكاركترستيك اكويشن، وانا مره فاتت قلت الكلام هنا ايه بدل ايه؟ معلش سامحني. ان انت تمسك الكاركترستيك اكويشن دي اللي احنا خدناها المره اللي فاتت اللي فيها حاجه دبل دوت، الاكسلريشن ده يعني اكس دبل دوت، حاجه مش واضحه مرتين. بتساوي ثابت بلس دوت مضروبه في اكس. دي معادله تفاضليه، ليه متفاضليه؟ ليه الديفرنشال ايكويشن؟ الاكسلريشن هيكس موجود بيساوي ناقص واحد يساوي اكس. المفروض ان شاء الله في الرياضه تاخد معادله شبه دي بالظبط في الرياضه. وتحلها، يعني ايه تحل الديفرنشال ايكويشن؟ يعني تخلص من التفاضلات اللي فيها وتطلع اكس من غير ديفرنشيشن. يعني انت عندك هنا تفاضل كم مره هنا؟ كم مره؟ مرتين. دي بقى طريقه في الرياضه انك تخلص من التفاضل ده. وتطلع اكس من غير التفاضل، فلما تحل دي بقى الديفرنشال ايكويشن توصل لدي. ده الطريقه الصح للناس الكبار، لكن الناس اللي ما خدوش رياضه عشان احنا ما نعرفش دلوقتي حاله الديفرنشال ايكويشنز، ابتدينا من هنا بقى، الحاجه اللي عرفتها دي. سيركلر موشن وعملنا لها مصادر او بروجيكشن. فطلعت الاكس بتساوي ايه كوزاين تيتا والواي ايه ساين تيتا والكوزاين والساين تيتا واي هارمونيك بتكرر نفسها. يعني احنا هنعمل ايه؟ يبقى كان الهدف ان احنا نعرف ايكويشن لسيركلر هارمونيك موشن. جبنا سيركلر موشن عملنا مصادرين، كل واحد فيهم بيعمل سيمبل هارمونيك موشن، عارف معدل ده، عارف معدل ده، خلاص عرفنا يعني ايه سيمبل هارمونيك موشن. بس الحقيقه مش كده، الحقيقه الصح قوي بقى ان انت اصلا تاخد كلها ديفرنشال ايكويشنز، تاخد دي وتطلع منها دي، مش العكس يعني، احنا عملنا العكس. طيب ده اللي عملناه المره اللي وبعدين؟ ده الاكس اللي بتمثل الاكس البروجيكشن على محور الاكس، مش هكتب بقى الواي لان اللي هيجري على الاكس هيجري على الواي، الفرق بين الواي والاكس بتديك كوزاين ودي ساين، فالقصه فرقان سي بقى في الاخر وخلاص، بس هما الاثنين شبه بعض. الاكس طلعت معناتها دي كوزاين اوميجا دي بلس فاي، اوميجا دي بلس فاي ده خدناه وسميناه ثيتا لو تفتكر. وعرفنا الحاجات دي ان ايه ده؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ لا ردوا على الامبليتيود، الامبليتيود يعني ايه؟ يعني الماكسيموم من الاكس ممكن توصل له، حلو الكلام؟ كوزاين اوميجا، يعني ايه اوميجا؟ انجلر فريكونسي 2 باي بالفريكونسي 2 باي ده دي ده الزمن باي ده الانيشال فيز الانيشال فيز ده اللي هو الزاويه اللي كان عندها الديسك اللي بيلف ده انيشال الزمن صفر اي حاجه انيشال في الشيت او بروبلم سيت يعني انيشال يعني زمن صفر طيب فهو بيبتدي من زاويه باي بعد كده يبتدي يلف عكس على درجه الساعه 3 دكتور كويس كده بسرعه اوميجا الزاويه بتاعته بتزيد اسمها جنرال تيتا تيتا دي بتبتدي تبقى باي بعد كده بتزيد مع الزمن بالمنظر ده في المعادلة في كام ثابت؟ في كام كونستانت؟ ايه كونستانت؟ اوميجا كونستانت، باي كونستانت، الثلاثة دول كونستانت، أمال مين الاثنين بيتغيروا مع بعض بقى؟ الإكس مع التي، دول الاثنين فاريبلز في الموضوع. طيب، آخد الإكس على ديفرنشيشن، أوصل للفيلوسيتي، جسمك بيتحرك أكيد فيه فيلوسيتي. الديفرنشيشن كوزان هيبقى ساين وسالب ومن جوه هيطلع لي أوميجا. كمان مره يطلع المنظر ده ولقينا ان الاي مع الكوزاين ده اهو هو هو الاكس فوصلنا للمعادله دي ان الاي او الاكسلريشن بتساوي سالب اوميجا تغيير الاكس اكبر بقى ما تتلخبطش ما بين دي ناقص اكس ما تتلخبطش ما بين الاي الصغيره والاي الكبيره الاي الصغيره دي اكسلريشن الاي الكبيره ولقينا كمان ان احنا ممكن ناخد المعادله دي نربعها والمعادله دي نربعها وشويه رياضه عبيطه كده نوصل للمعادله اللي تربط البي مع الاكس هتلاقي المسائل بقى في البروبلم سيت اللي نزلناها اول مساله بالذات مساله بيزك المساله البيزك دي فيها مثال جايب لك معادله كده مباشره ومسالك على كل حاجه الامبليتيود والاوميجا والفاي والاكس بتبقى كذا يبقى البي بكذا والفاي بكذا والاكسلريشن كذا المساله دي تمرين سريع كده مش اخطار يعني. طيب دلوقتي انا شغال هنا حاله الهرمونيه المصدر بتاعها طلع سيرت الهرمون موشن جميل الزوايا اللي جوه اللي هنا دي وحداتها ايه؟ يعني اوميجا ده راديان بير سكند تضربه في تايم يبقى راديان يعني اوميجا دي على بعض ده بالراديان كويس كده؟
وادي راديان كان بتاع اللي هو الكولر اسمه ثيتا الوحده بتاعته راديان. الثيتا دي بنسميها فيز انجل يعني الفاي هي الانيشال فيز وكل ده على بعضه اللي هو الثيتا بنسميه فيز انجل ده انيشال فيز وده كله فيز انجل. كلمة فيز يعني فور. الترجمة القديمة بقى زمان كان الكلام ده بيدرسه في سنة من كل سنة. معرفش اللي بيحصل دلوقتي في سنة. فاللي بيحصل انه الزاوية دي اللي جوه الكوزاين اسمها زيتا. زيتا يعني فيز. فيز نترجمها بالعربي بقى الجديد شوية نقول انها مرحلة أو حالة. فرقم الفيز ده اللي جوه ده هو اللي بيحدد الاكس فين؟ ما هي الاكس بتساوي ايه مضروب في حاجه؟ الحاجه دي هي كوزاين رقم ما بين سالب واحد وواحد هي كوزاين رقم فين لفين؟ من سالب واحد لحد واحد ده كوزاين صح؟ اي فاليو ما بين سالب واحد وواحد. فالاكس بتساوي ايه مضروبه في كسر ان جنرال او كتير قوي واحد. ايه بقى اللي بيحدد قيمه الجدع ده؟ الزاويه اللي جوه اسمها الفيز اللي اسمها زيتا. فزاويه الفيز اللي هي جوه الكوزاين او الساين دي مهمة جدا في الشغل بتاعنا، تقدر تعديه من النهارده لحد ما خلص الترم فيز فيز فيز، كلمة فيز دي جواها مشاكل كتير قوي. ففيز هي الزاوية اللي جوه الكوزاين أو الساين، خلصت. وظيفتها إيه؟ هي اللي بتحدد الإكس موقفها إيه؟ كام؟ أو البي أو البي. لأن الحاجات اللي بره دي ثوابت، إيه أوميجا، إيه أوميجا، ترجع لك كده شوية ثوابت، فاللي بيتغير هو مين؟ الزاوية اللي جوه الكوزاين أو الساين، اللي هي اسمها فيز أنجل. هي دي الحاجة البارامتر المهم اللي بيحدد شكل الاكس وشكل البي وشكل الاكس كل ده مهم على كده كويس. المعادلات دي احنا خدناها ورسمناها المرة اللي فاتت. رسمنا الاكس مع التايم والسرعة مع التايم والاكسلريشن مع التايم، السرعة اللي على محور اكس وهي الاكسلريشن على محور اكس. شوية كده هتلاقيني ما بكتبش في اكس، هتلاقيني بكتب في بس. يعني من المره الجايه هبطل اكتب في اكس، هتلاقيني بكتب في لان خلاص لا مش هنشتغل ايه حركه دورانيه ليها سرعه مماسيه او تنجنشال اسمها في، والجسم الحركه على دايره ده السرعه بتاعته بتبقى سرعه مماسيه او خطيه، سرعه خطيه بتاعته او اللي هي الخط بتاعته بتبقى مماس او تانجنت للمسار ده صح؟ احنا خدنا حركه دورانيه كتير قبل كده. وفي نفس الوقت في سنترمنتال اكسلريشن عجلة بتاعة القوة الجاذبة المركزية. فدول رمزهم A و B. فعشان كده أنا بطلب دي وبطلب دي المفروض بجيب منهم دي إكس وإي إكس. جبتهم إزاي؟ الأول جبت الإكس وفضلتها وفضلتها. النهاردة هناخد طريقة تانية. إزاي نجيب البي والبي من غير التفاضل، يعني هجيبها بطريقة تانية. مش هجيب الإكس وأفضلها وأفضلها. لا هجيب البي والإي من الرسم على طول. هنقول الكلام ده دلوقتي. بس اللي أنا عايز أوصله في الآخر ان المره الجايه مش هكتب دي اكس ومش هكتب ايه اكس خلاص. انا يعني شغالين على محور اكس او واي او زد عليه بوزيشن اسمه مثلا اكس والسرعه بتاعتها اسمها دي والاكسلريشن اسمها ايه؟ مش هنكتب دي اكس واي اكس بعد كده. لان احنا مش هنقعد نتكلم على الحركه الدورانيه دي، دي مجرد مدخل للحاجات المهمه. الحركه الدورانيه في حد ذاتها ما تهمنيش، ما تهمنيش. طيب يبقى المره اللي فاتت احنا جبنا الاكس وعملناها ديفرنشيشن وانس توايس. النهارده بقى انا هجيب ده وده من الرسمه، مش هجيب عشان نقتنع برضه، هجيبها من الرسمه بتاعت الحركه الدورانيه مش هجيبها من التفاضلات، ازاي؟ بسيطه قوي، تعالى اسمع. جسم بيتحرك حركه دورانيه، معلومات بقى من زمان بقى من اعدادي ومن سنه. دي سرعه مماسيه هنا، السرعه دي كام؟ بتساوي السرعه دي على قطعه ايه السرعه الدورانيه او الانجلر سبيد. السرعه الصوتيه دي بتساوي السرعه الدورانيه او الانجلر سبيد اوميجا مضروبه في الراديوس، صح كده؟ معايا؟ صح صح معايا؟ يعني دي بتساوي ايه في اوميجا؟ طيب العجله الجاذبه المركزيه او سنتربيتال اكسلريشن بتساوي كام؟ بتساوي اوميجا سكوير في ايه؟ السرعه اللي هي الزاويه تربيع مضروبه في الريدس صح كده؟ معايا في دي معلومه قديمه قوي جسم بيتحرك حركه دورانيه بيلف دايره عنده سرعة خطية مماسية للمسار تنجنشال للمسار وسرعة سنتربيتال بتشاور لجوه ناحية المركز سوري اكسلريشن سنتربيتال بتشاور ناحية المركز. ده وده دي فيها مشكلة؟ صعبة دي؟ معاش حاجة بس ده دي معلومات قديمة. هفصل انا دول على جنب.
السنتر هنا انا فهمتش الدايره بس عشان اوفر مكان. دي زاويه اسمها ثيتا، يبقى دي اسمها ثيتا صح؟ الاكسلريشن دي لو انت حللتها عملت لها ريزولوشن هيطلع منها دي كومبوننتس حاجه كده اهو، دي اللي بنسميها اكسلريشن كومبوننت في اتجاه اكس صح؟ وحاجه كده اهو دي الاكسلريشن كومبوننت في اتجاه واي. الاكس كومبوننت بتاعت الايه؟ ادي ايه؟ ده الاكس بتاعها يطلع كام؟ ده بالنسبه لده كام؟ هيبقى ايه ده هو كوزاين ثيتا طبعا اكسلريشن اكس صح؟ يعني لو خدت الايه ده ضربته في كوزاين ثيتا يطلع الاكسلريشن في اتجاه اكس، بس في حاجه ناقصه نيجاتيف. ليه بقى؟ ده بيشاور فين؟ مع اكس عكس اكس، فتضرب في سالب كمان مش دي هي دي صح ولا لا؟ يعني انت لو خدت الاكسلريشن بتشاور ناحيه المركز دي بتاعت العجله الجذب المركزيه الثيتا فورس وحللتها بدلاله ثيتا هتطلع اكس وواي، الاكس هتطلع بالظبط لما تيجي تحلل اهي ايه؟ تضربها بكوزاين ثيتا طلع لك الاكس. الاكس ده بيشاور فين؟ عكس اكس ما فيش ولا شاب، يبقى سالب في الاكسلريشن اللي هي اوميجا سكوير في ايه؟ في كوزاين ثيتا ده كله يتضرب في ده يطلع ده صح؟ واضحه؟ طب نعمل الكلام بالنسبه للسرعه عشان نفس الفيلم، فين السرعه؟ ادي الفي دي السرعه بتاعت الجسم اللي بيلف في الدايره، دي السرعه الخطيه المماسيه التانجنشن. لو دي ثيتا طبعا الخط ده الاتجاه ده مماس تانجنشن، يبقى عامل لي على على مين؟ اتجاه الريديال او اتجاه الريديوس او اتجاه قسم الخط. فالزاويه دي كلها على بعض 90 درجه. فلو دي ثيتا هتبقى دي ثيتا ودي المكمله بتاعت ثيتا صح؟ وفي نفس الوقت دي 90 درجه هتطلع دي ثيتا الشرعيه الصغيره. فلو ده ثيتا هيبقى ده ثيتا هيبقى ده ثيتا صح؟ فانت تاخد ال دي اللي هي السرعه المماسيه دي وتحللها عشان تجيب السرعه اكس. دي بقى لو حللتها اكس كده اهو تديك ال دي اكس بيساوي كام؟ ادي دي ساين ولا كوزاين ثيتا؟ ساين ثيتا وشاور فين؟ عكس اكس يبقى يطلع ايه؟ ادي ال دي اللي هي ايه اوميجا صح؟ دي اللي اسمها دي ودي سالب ودي التحليل او الدروس ساين. فانت ممكن تجيب المصمت اللي اسمه اكس تنط مره وتنط الثانيه اوكي، او زي ما جبت الاكس من على الرسمه تجيب البي اكس من على الرسمه والاي اكس من على الرسمه كده ماشي كده ماشي اي حاجه الاثنين صح خلاص. تعال بقى نرسم هنا مش رياضه بقى، نرسمها من على نرسم العلاقات اكس مع تي ودي مع تي والاكسلريشن مع تي مش من الرياضه مش هاخد الديزاين والديزاين نرسمهم لا انا هجيبهم من الرسمه برضه. يعني النهارده شغل اللي انا بعمله دلوقتي ده ان احنا بنجيب نفس المعلومات اللي جبتها المره اللي فاتت بس مش بجيبها برياضه ماثماتكس اقعد اخد حاجه وافضلها وافضلها وبعد كده اخد دي اقسمها ودي اقسمها ودي اقسمها. ده اللي انا عملته المره اللي فاتت. المره دي احنا بنعمل ايه؟ بجيب الرسمه بتاعت الدايره حصل نفس النتيجه هي هي ده سته ودي سته اللي دي توصل نفس الحاجه كده. باخد رسمه الدايره دي جبت منها اكس من على الرسمه اللي هي ايه كوزاين سي، جبت الاكسلريشن من على الرسمه، جبت الفي من على الرسمه. كمان نفس بقى علاقات اكس مع تي السرعه مع تي والاكسلريشن مع تي برضه من على الرسمه ازاي؟ شوف يا سيدي ناخد النقط المميزه يعني اول حاجه هنقول الجسم ابتدى من النقطه دي مثلا حركه يعني سيدا هنا بيساوي فاي في هذا الوضع مثلا. فالاكس بتاعي اول حاجه الاكس اللي هي تحليل ده اللي بقى ادي الاكس بتاعي صح؟ قيمه موجب بس اقل من ايه؟ يعني اصغر من الماكسيموم اللي هي بتوصل له عدد يعني مثلا هنا جميل الجسم لما وصل هنا النقطة المميزة هنسمي النقطة دي واحد، هنسمي النقطة دي اثنين، هنسمي النقطة دي ثلاثة، هنسمي النقطة دي أربعة. الجسم ده اتحرك راح لواحد. البروجيكشن بتاعه كام هنا؟ المصرف الإكس بتاعه كام؟ الناس اللي غلط معايا؟ الجدع ده لما وصل هنا أجيب المصرف الإكس أو الإكس بروجيكشن بتاعه كام؟ زيرو صح؟ يبقى هو كان الأول ابتدى في قيمه موجب هذه القيمه الموجب ما هياش ايه هي اصغر من ايه شويه وبعدين نزل راح لصفر. الجسم لف هنا وصل لاثنين النقطه فين دي المسقط الاكس بتاعها كام هنا على محور الاكس؟ لا هو فين يبقى كام؟ صح انا اوصل لنيجاتيف ايه هنا؟ يبقى دي نقطه نمره واحد دي نقطه نمره اثنين
الاسم لفه جهر عند 3 المصحف الاكس بتاعه كام؟ 0 3 الاسم لفه راح 4 المصحف الاكس بتاعه كام؟ ايه؟ رجع تاني مطرح ما ابتدى ونقدر ان هو كمل عشان نقفل كده وصل 1 دي هنسميها 1 و 5 هيوصل لنقطة 1 تاني فهيوصل لصفر تاني دي احنا عملناها حتى دي المرة اللي فاتت نفس الكلام ويقعد بقى شغال بقى نفس الطريقة على طول فين الزمن الدوري هنا؟ فين البريود التايم؟ هو الزمن من نقطة لنقطة شبهها فين الكلام ده؟ يعني مثلا دي نقطة 4 دي نقطة 5 هي النقطة 6 مثلا النقطة 6 دي اللي هي تبقى 2 و6 يعني فهتلاقي الزمن من النقطة هنا 2 لحد النقطة 6 ده كده سايكل كاملة نقطتين شبه بعض فده بنسميه بيريودك تايم تي نعمل نفس الحركة مع السرعة نعمل نفس الحركة مع السرعة زي ما عملنا الاكس ده انا عملت المرة اللي فاتت الكلام ده تعالى بقى نشوف السرعة اخبارها ايه السرعة هي اللي بتشاور في اتجاه كده هو فلما احللها بقى من الدي اكس بتاعنا ده اللي يهمني دلوقتي هيبقى قيمة السالب فانا هبتدي من حاجة سالب فين بقى ال دي ال دي اهو كان حاجة سالب كده صار هو سالب تمام وبعدين لما الجسم يوصل لنقطة واحد السرعة تانجنشال بتشاور فين؟ المماس بقى اللي بتشاور فين؟ الجسم في اتجاه كده واحد كده اهو في اتجاه هوريزونتال ناحية الشمال فالدي كلها في اتجاه اكس صح؟ فالدي كلها ماشيه في اتجاه اكس عند هذه النقطه. طب الدي كلها بكام؟ ايه اوميجا؟ فالسرعه دي ليها كومبوننت واحده في اكس، يعني في اكس بتساوي دي بتساوي ايه اوميجا بس بالسالب. فانا هبقى في ايه هنا؟ من هنا هنزل تحت اللي هي سالب ايه اوميجا. طيب الجسم راح من واحد لاثنين، عند اثنين المماس هشاور فين؟ هنا المماس هشاور فين؟ لتحت. نوع ما يفشل المماس هنا هشاور لتحت. طيب. ادي السرعه دي كلها. الفي اكس بتاعها كام؟ زيرو مفيش مالهاش كومبوننت اكس هي كلها بتشاور في واي. فبالتالي السرعه في اتجاه اكس بتبقى صفر يبقى هوصل لصفر كده. ده صفر. كويس. هل انت تمشي كده وصلت لثلاثه؟ الدي كلها بتشاور كده صح؟ الفي اكس بتاعها بتساوي كام؟ نفس الفي هي الفي كلها في اتجاه اكس دلوقتي. الفي بتساوي كام؟ بتساوي ايه اوميجا؟ وكلها اكس. فيبقى الفي اكس بتساوي الفي بتساوي ايه اوميجا؟ بالموجب كده. ادي 1 2 3 4 5 نقط مميزه 6. جميل. لفيت طلعت هنا. تانجنت بيساوي فين بقى مماس؟ فوق. وانا هنا الفي اكس بكام؟ زيرو مفيش كومبوننت اكس للسرعه، السرعه كلها واي. فانا هنزل بزيرو. ارجع تاني فوق هنا نقطه واحد اللي هي تبقى خمسه. نفس القصه صفر. سوري نفس القصه دي بتساوي في اكس. ارجع هنا اتنين مع سته النقطه دي بلفلها تاني وارجع مسميها اتنين وسته لان انا بلفلها تاني بديها رقم مين. فهنا عند النقطه دي السرعه كلها واي، يعني الفي اكس صفر. فتابع العمليه ماشيه كده. برضه هلاقي زمن دوري، يعني السرعه برضه حاجه هارمونيك. من هنا وهنا كل ده زمن دوري، بريود التايم تي. نعمل نفس قصه الاكسلريشن. تعالوا نشوف الاكسلريشن. دلوقتي الاكسلريشن بتشاور كده اهو، صح؟ يعني الكومبوننت بتاعت الاكسلريشن في اتجاه اكس اللي هي اكسلريشن كوزاين ثيتا كده اهو. انسى بقى دي خلاص. لو دي الاكسلريشن اكس. ده بص بص ولا نيجاتيف. الجسم هبتدي من هنا. ده الاكسلريشن بتاع الجسم. الاكس بتاعه بيشاور كده اهو. يبقى الاكسلريشن في اتجاه اكس. نيجاتيف. صام نيجاتيف فاليو. يعني هبتدي صام وير من هنا. طيب. دي رقم البدايه خلاص رحت هنا. وانا هنا الاكسلريشن بتشاور فين؟ هي سنتريبيتر مركزيه. بتشاور ناحيه مين؟ المركز يعني بتشاور هنا اهو دي الاكسلريشن. فلو انا رايح هنا الاكسلريشن بتشاور كده الاكس بتاعها كام؟ زيرو مفيش اكسلريشن اكس. طيب انا هروح للزيرو عند النقطه واحد. طيب
اتمشيت كده وصلت هنا عند النقطه دي الاكسلريشن بتساوي فين؟ لجوه ريحه المركز بره، دايما الاكسلريشن بتاعت الحركه الدوريه بيساوي ريحه المركز. فالاكسلريشن دي بتساوي ريحه المركز، الاكس بتاعها كام؟ في قد ايه منها اكس؟ كلها اكس صح؟ كلها اكس وموجب ولا سالب؟ موجب. ماكسيمم يعني ايه اوميجا سكوير؟ طيب وصلت نقطة 3 الاكسلريشن بتساوي فين؟ لفوق كده في حته المركز. وانا هنا ادي الاكسلريشن في قد ايه منها في اتجاه اكس؟ زيرو. زيرو. وصلت نقطة 4 الاكسلريشن بتساوي فين؟ حته المركز صح؟ في قد ايه منها اكس؟ كلها اكس. كلها اكس. موجب ولا سالب؟ زيرو. سالب. وهكذا. فتلاقي كمان الاكسلريشن هارموني برضه من هنا لهنا، ده برضه واحد ممكن سايكل زمن دوري. ماشي الحال؟ فانا اقتنع بيها من حيث الرياضه انك تجيب الاكس وتفاضلها مرتين وتاخد المعادله وترسمها ماشي. تقتنع بيها انك تجيب السيركولار موشن، تجيب الاكس من الرسمه والبي اكس من الرسمه والاي اكس من الرسمه ماشي. اللي انا عايز اوصله في الاخر ان السيركولار هارمونيك موشن بتكرر نفسها في الاكس، بتكرر نفسها في البي اكس، بتكرر نفسها في الاكسلريشن اكس. ولما تعمل وقت في سايكل يعني من نقطه للنقطه اللي شبهها ده اسمه بيريود تايم اللي هو بنسميه الزمن الدوري الجامد قوي. وبالتالي انا من الرسمه دي ممكن اكتب ايه؟ يعني دي لو كانت اي لحظه زمنيه هنا الاكس بتاعها مثلا هسميه اكس اوف تي صح كده؟ عند اللحظه تي ما هو ده زمن، محور افقي ده زمن. عند اللحظه دي عند قيمه اكس، طيب عند اللحظه تي زائد كابيتال تي، يعني امشي كده واركب بيت سايكل، لو جيت هنا الفاليو بتاعت الاكس مش هي زي الفاليو بتاعت الاكس هنا؟ صح؟ فدي اسمها مثلا اكس اوف تي، اكس عند اللحظه تي، دي اسمها اكس اوف تي اللي هو الزمن ده واتحركت عليه كام زياده؟ كابيتال تي، صح؟ فلو انا شفت اكس عند لحظه زمنيه اسمها تي واتحركت زمن كابيتال تي هلاقي نفس الاكس تاني. بلاش دي ودي لو دي مش عجباني. ممكن تاخد نقطتين تاني مثلا هو ده هيكمل كده اهو. لو انت خدت النقطه دي مثلا ثلاثه هنا والنقطه دي هتبقى لها سبعه. كويس؟ لو سميت دي اكس اوف تي اكس عند لحظه تي بعد سايكل كامله هتبقى دي اسمها اكس اوف تي الصغيره زائد مشيت كمان كابيتال تي. هتلاقي الفاليو دي زي الفاليو دي. فده اكسبكتد انه الحاجه بتكرر نفسها كل سايكل، يعني ممكن اكتب ببساطه كده ان اكس عند اللحظه تي بتساوي اكس عند اللحظه تي بلس تي. دي الصغيره ده الفاليو المتغير، لحظه زمنيه انا بختارها. تي الكبيره ده بيريود تايم ده رقم ثابت اللي هو الزمن بتاع وان سايكل. نفس الكلام لو جبت البي، البي عند اي لحظه بيساوي البي عند اللحظه اللي بعدها بيريود تايم. يعني البي هنا زي البي كمان سايكل. يعني ممكن اكتب ان البي اكس عند اللحظه تي بتساوي البي اكس عند اللحظه تي بلس كابيتال تي. نفس القصه في الاكسلريشن، لو خدت عند اي لحظه زمنيه هنا مثلا ومشيت وان كومبليت سايكل بيريود تايم كابيتال تي، الفاليو عند دي زي الفاليو عند دي لكن بصفار مثلا يعني. فاقدر اكتب ان الاكسلريشن عند اللحظه سمول تي بتساوي الاكسلريشن عند اللحظه سمول تي بلس كابيتال تي. تمام؟ يعني انت اختار اي نقطه تي اي لحظه تي وبص على الكيرف بعد كمان سايكل هتلاقي نفس الفاليو، ده اللي انا بقوله يعني. طب هل ده يتفق مع الرياضه اللي هنا؟ تعالى كده مش يتفق مع الرياضه ولا لا؟ لا تمام دي ظريفه جدا. خد مثلا الاكس يعني مثلا لو انا قلت اكس اوف تي هيساوي اي كوزاين اوميجا تي بلس 5 واحد ناصر بقى يبقى اكس عند اللحظه تي وامشي كمان سايكل اكدها ازاي؟ انا هنا التي ده اهو يديني ده صح؟ طيب انا عايز بدل الزمن ابو تي ده تي زائد تي بعمل ايه في المعادله دي؟ اشيل الزمن واحط ده على ده يبقى ايه؟ كوزاين
واشيل الزمن، انا واقف عند زمن بعديه بسايكل، فبدل ما كان عند سمول تي بقى سمول تي زائد كابيتال تي بلس 5. ماشي الحال؟ طب من الرسمه اي كليم انا بدعي انه ده بيساوي ده. هل ده صحيح؟ تعالى كده يعني الرسمه بتقول كده. طب هل الرياضه بتقول كده برضه؟ فك الكلام ده. اوميجا تي اوميجا كابيتال تي بلس 5 ده كام ده؟ 2 باي صح؟ مش اوميجا بتساوي 2 باي على كابيتال تي؟ اوميجا بتساوي كام؟ 2 باي على كابيتال تي. طب اضرب كابيتال تي يطلع كام؟ ده هيطلع 2 باي في الاخر صح؟ يبقى انا كمان كنت بقارن ايه؟ ايه كوزاين زاوية بايه كوزاين نفس الزاوية زي 2 باي، مش طلع نفس النتيجة؟ صح يا جماعة؟ يعني ايه كوزاين 30؟ صح؟ هل هي ايه كوزاين 30 زائد 360؟ هي هي ولا لا؟ اهو ده اللي انا بقوله نفس القصة. هي 360 او 2 باي جت منين؟ ادي اللحظة الزمنية، بعوض هنا باللحظة الزمنية، نفس اللحظة الزمنية زائد 1 كومبليت سايكل. فشلت الدي وحطيت ده زائد ده، فأكيد لقيت اللي بتاعي ده أهو اللي هو 360 درجة، يبقى ديفينتلي أكيد ده يساوي ده. خلاص صح. لأن في مكس الرسومات جت مع بعض. هل فاهم حاجة اللي أنا بقوله ده؟ لا مش فاهم، كويس، ده أنا معاك. اتفضل. ليه الأكسلريشن إيه؟ بتشر التانجنت هي الاكسلريشن اتجاه الاصلي شكل المركز كده صح؟ لما تيجي تحللها هتبقى كده وكده فوق وراس. لا مش تانجنت، دي لما تيجي تحللها تبقى حاجه اكس وحاجه واي، مش هتجيب حاجه تانية. لا هنا مفيش غير الاكسلريشن دي، دي حاجه منفصله. في اكسلريشن واحده تانية. هي الاكسلريشن اللي في اتجاه نفسه. الاوميجا ثابته. مفيش حركه، مفيش اكسلريشن في اتجاه المقاس. طيب؟ دي حاجه من فوق. صح صح. حاول الكلام ده دلوقتي بص بص. ده واحد مش قادر على طيب. نفهم شوية حاجة أخيرة بقى بالنسبة للتوزيع بتاع السرعة والأكسلريشن، لو سمحت يا جماعة لو سمحت ركزوا معايا. السرعات فين بالصفر وفين ماكسيموم؟ سيبك من دي سهلة ده البوزيشن، فين السرعة بقى؟ تعالى بص على السرعة. السرعة صفر عند النقطة دي. فين النقطة دي؟ اللي هي دي صح؟ وفين صفر تاني؟ عند النقطة 4 اللي هي فين؟ اللي هي فالسرعة أنا بتكلم على محور إكس دلوقتي، الحركة على إكس. فعلى حركة إكس السرعة بتصفار في الأطراف، وده منطقي ليه؟ لأن الجسم هنا أهو بيجري 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 هيوصل هنا. عايز يرجع يرجع لورا، عايز يلف ويرجع، يلف ويرجع تاني، يعملها إزاي بقى؟ لازم السرعة تنزل الصفر ويبتدي يجري الناحية التانية. فعشان كده من المنطقي ان السرعه في الاطراف بالصفر. وكمان السرعه ماكسيموم في النص هنا. هو بيبتدي من هنا ياكسلريت في الاتجاه ده، يعني هو طلع من هنا. بياكسلريت كده، هو صاحبنا دلوقتي كان بيقول ايه؟ الاكسلريشن كده، الاكسلريشن دي بالنيجاتيف، يعني اكس بيساوي كده اهو. هو بياكسلريت في اتجاه عكس اكس. او ممكن تجمعها الاكسلريشن في اتجاه اكس. يعني اكسلريشن كده اهو او ديسلريشن كده اهو الاثنين صح. فهو بيأكسلريت كده في الاتجاه ده. هيبتدي يجري يجري يوصل هنا ده السرعه الماكسيمم. ولازم يبتدي يهدى واحده واحده لانه هيجي هنا الصفر ويرجع تاني. فالسرعات هنا في صفر في صفر وفي النص ماكسيمم. ده اللي بيقول الجراف هنا. صفر عند اثنين صفر عند اربعه وعند ثلاثه اللي هو في السنتر يعني سرعه ماكسيمم. وهكذا اي قيمه للسرعه في نظرها بالسالب. يعني الجسم هو بيجي كده اهو، لما يجي هنا في السنتر سرعته ماكسيموم بس بتشاور كده اهو. يوصل للطرف سرعته صفر ويرجع. يبتدي اكسلريت كده. يجري يجري يجري، هيوصل هنا الماكسيموم بس السرعه بتشاور ازاي؟ كده. فعند اي نقطه في المسار هتلاقي قيمتين للسرعه. اي نقطه اكس هتلاقي قيمتين للسرعه، طبعا باستثناء الاطراف اللي هم الصفار يعني.
اي نقطه على محور اكس هتلاقي السرعه مره كده اهو ومره كده اهو. وده ترجمه للمعادله اللي احنا كنا كاتبينها هنا من شويه، انه الفي اكس بتساوي بلس ماينس اوميجا سكوير روت اي سكوير ناقص اكس سكوير. فالبلس ماينس دي معناها ايه؟ انت حط فاليو اكس عند الفاليو اكس دي في قيمتين للسرعه، واحده هنا واحده ثابت صح؟ لان دايما الجسم بيعدي على نقطه مره ضعيف مره واحد. تعال نتفرج على الاكسلريشن. ادي الاكسلريشن هنا. ايه الاخبار؟ فين الاكسلريشن بالظبط؟ عند النقطة واحد وعند النقطة ثلاثة. فين واحد وثلاثة دول؟ لأن الجسم هنا مسقطه هنا يعني، الجسم هنا مسقطه هنا. فعند السنتر هنا الاكسلريشن بالظبط. طب والاكسلريشن ماكسيموم فين؟ الاكسلريشن ماكسيموم فين؟ عند اثنين وعند أربعة اللي هما الأطراف. إيه ده؟ ده الشقلباص بتاع السرعه. يعني عند الاطراف السرعه بصفر بس الاكسلريشن كبيره. ده معناه ايه الكلام ده؟ هو لما تبقى السرعه صفر يبقى الاكسلريشن ممكن تبقى ليها قيمه مش صفر. ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع اه. هي صحيح ان الفيلوستي بصفر وان الاكسلريشن هي الديفرنشيشن بتاع الفيلوستي مع التايم، بس مش معنى ان قيمه الحاجه صفر ان التفاضل بتاعها صفر. مش بالضروره يعني. فهو الجسم لما يوصل للطرف هنا اهو سرعته صفر وبيبتدي بقى يجري عايز يرجع، فبيبتدي هنا الاكسلريشن كبيره جدا عشان يقوم. عارفين العربيه لما تهدى وتقف؟ تخيل في عربيه رايحه جايه، لما العربيه تقف اكبر طاقه العربيه بتحتاجها في الاول وهي سرعتها صفر عشان تستغل الانرشيا بتاعتها عشان تقدر توصل للذات. فالجسم هنا سرعته صفر عايز بقى يقوم بقى ويتحرك كده، هو دلوقتي رايح كده صفر، فمحتاج اكسلريشن ضخمه جدا هنا في الاول. وهو ماشي الاكسلريشن في اكسلريشن في اكسلريشن فالسرعه بتزيد يوصل لسرعه ماكسيم والاكسلريشن تبقى صفر. طيب وهو ماشي بعد كده بيهدي بقى، فتبقى الاكسلريشن عكس الحركه، الحركه كده اهو بس الاكسلريشن كده اهو. فيبتدي يهدى 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 يوصل لصفر. وبعدين الاكسلريشن تقاومه تاني، فهنا ماكسيموم اكسلريشن تاني عشان يبتدي يجري ناحيه. ففي الاطراف السرعه صفر والاكسلريشن ماكسيموم، في السنتر السرعه ماكسيموم والاكسلريشن صفر. تمام كده؟ هنقول الكلام ده كله تاني دلوقتي لما ناخد المثال بتاع الشفرة. طيب في مسألة في الكتاب بسرعه عايزين نحلها. عندنا اكس مع تي عند النقطه اللي هنا اللي اسمها ايه؟ ومن دي الاختيارات ده شكل الرسمه بتاع سمبل هارمونيك موشن اكس مع زمن تي. وبيقول لك لو سمحت ارسم لي سوري لو سمحت قول لي عند النقطه دي هنا اخبار البوزيشن اكس ايه موجب ولا سالب واخبار السرعه بتاعت الجسم موجب ولا سالب. ومن دي كذا اختيار خلاص كده. يبقى انا وانا واقف هنا ده الاكس اللي هو البوزيشن مع زمن تي هنا البوزيشن موجب ولا سالب؟ سالب. ده منطقي اهو. انا وانا القيمه الاقتصادي ثابت على محور اكس. دي سهل ده كفايه. اخبار السرعه ايه ده؟ موجب ولا سالب؟ موجب. موجب؟ اه. ازاي؟ هو كان راجع وقول لي انا راجع من السرعه موجب ولا سالب؟ موجب. هو راسبني سرعه؟ لا. مش راسبني سرعه، هو راسبني مين؟ البوزيشن اكس. طب السرعه فين يا جدعان؟ السرعه هي بالظبط تفاضل الاكس مع تايم. الديفرنشيشن الديفرنشيشن على الرسمه معناها ايه؟ مماس. شوف السلوك بتاعه، ما دام المماس كده اهو الجدع ده الميل بتاعه موجب ولا سالب؟ الخط ده مماس كده. المماس ده الميل بتاعه بقى موجب ولا سالب؟ موجب. يبقى هو ده السرعه. لان السرعه السبيد بتساوي اكس دوت صح؟ فالسرعه تفاضل الاكس تفاضل الاكس انك تيجي على الرسمه تعمل مماس تجيب الميل بتاعه. فالهيل بتاعه ده بوزيشن. طب بلاش السؤال ده، لو انا غيرته جبت هنا خليت النقطه ايه هنا؟ البوزيشن هنا موجب ولا سالب؟ والسرعه؟ ليه سالب؟ لو عملت مماس هنا اهو هيبقى عامل كده. الجدع ده عامل زاويه اكتر من 90. يبقى الهيل بتاعه موجب ولا سالب؟ سالب. يبقى السرعه ايه؟ سالب، لان السرعه هي تفاضل الاكس. فالسرعه بتساوي ميل المماس. تمام؟ هو ما سالش على الاكسلريشن، بس ممكن نسال على الاكسلريشن. بيحصل يعني. تطلع الاكسلريشن ازاي بقى هنا؟ تعالى عند مين؟ الاكس نيجاتيف صح؟ يبقى الاكسلريشن مين؟ ايه؟
في علاقه بين الاكس والاكسلريشن؟ ان ايه يساوي سالب اوميجا تربيع اكس صح؟ فلو الاكس نيجاتيف يبقى الاكسلريشن ايه؟ فاضي. بس هو ما سالش عليك السؤال. السؤال اللي بعده اديلك بلاستيكين اديل سيمبل هارمونيك موشنز جدع ده وجدع ده. مين فيهم امبليتيود اكتر؟ يعني ايه امبليتيود؟ يعني احسن من الاتصال. طب مين فيهم امبليتيود اكتر دي ولا دي؟ الثانيه. يبقى الثانيه هنا دي امبليتيود اكتر. مين فيهم فريكونسي اكتر؟ اللي تحت. طب اللي تحت؟ ليه؟ فريكونسي يعني الكهرباء نفسها كام سايكل بير سكند؟ فانت لو خدت اي حته زمن كده هتلاقي دي يعني مثلا الحته دي كده عامله 1 سايكل، تحتاج كل ده علشان تعمل 1 سايكل، ده البيرد تايم بتاعها. بينما دي محتاجه قد ايه عشان تعمل 1 سايكل؟ زمن صغير قوي. ده البيرد تايم بتاعها. فدي البيرد تايم بتاعها اصغر يبقى الفريكونسي بتاعها اعلى. لان الفريكونسي هو بقى له دي. تمام؟ صعبه دي؟ اوسيلوسكوب في المعمل. اظن دي في المعمل الاربعه اظن. اربعه ثلاثه اربعه. جابوا عملت تجربه الاوسيلوسكوب اللي هي فيها سي ار او كده جهاز ويطلع عليه شويه رسومات دايره وخط ومش عارف ايه. بس المفروض ربع الدفعه. كنت كل الدفعه. ماشي. طيب فتجربه اربعه واحنا بص اكسبيرمنت اربعه سي ار او ده الجهاز اللي بنشتغل بيه ده. دكتور وايكن هيديكم شرح تفصيلي لهذا الجهاز بيشتغل ازاي، خلاص كده؟ دكتور وائل هيدينا شرح تفصيلي للجهاز بيشتغل ازاي. انا هتكلم شويه عن اللي بره الجهاز. بره الجهاز في تجربه سي ار او القصه وما فيها ده احنا هنقول بقى محاضره فيها بالتفصيل. ان انت عندك سيجنال او اشاره كهرباء فولتج فرق جهد، بتاخد فرق الجهد ده، فرق الجهد ده معادلته لما هندرسه بقى في المحاضره الجايه، المعادله بتاع فرق الجهد ده اللي على مكثف انت عندك شكلها كانت في مقاومه وجنبها مثلا مقاومه. لما تاخد فرق الجهد على المقاومه دي تعتبره سيمبل هارمونيك موشن وترسمه على اكس. وفرق الجهد على المقاومه الثانيه سيمبل هارمونيك موشن، اصل انت شغال بيس سورس معادله كوزاين او ساين او ميلي. وبتاخد ده وده وتركبهم على بعض. ده بالظبط عكس اللي احنا عملناه المحاضره اللي فاتت. المحاضره اللي فاتت كان عندنا دايره لو تفتكروا صح؟ كان عندنا دايره وجبنا الاكس بروجيكشن بتاعها. وجبنا الواي بروجيكشن ورسمناهم هنا لو تفتكر. رسمنا الاكس طلع كده وجبنا الواي هنا اهو قعدنا نمشي وراه رسمنا الواي طلع كده. فاكرين القصه دي المره اللي فاتت؟ النهارده بقى العكس. هدي لك الاكس مع التي وهدي لك الواي مع التي واقول لك ارسم لي السوبر بوزيشن بتاعها. يعني مش هتاخد الدايره دي وتحلل تعمل ريزولوشن لل الحركه بتاعتها لحركتين تانيين اكس وواي، لا العكس انا هديك اكس وهديك الواي وتركبهم مع بعض. مثال كده موجود في البروبلم سيت في سؤال اربعه، سؤال اربعه ده انا مدي لك الحلول، يعني مدي لك كومبينيشنز كتير كوزاين على الاكس وكوزاين على الواي ساين على الاكس وكوزاين على الواي ساين وساين. مدي لك 7000 مثال. الحلول اللي مرسومه هنا اللي هو السوبر بوزيشن ده في النهايه معموله بالفايل بتاع المكتب اللي المفروض فيها الشيء. فمن المفيد جدا ان انت تقعد بقى تلعب بالفايل ده، تجيب الفايل ده وتقعد تلعب فيه، تحط مره ساين مره كوزاين مره فايل كذا مره كوزاين كذا، وتقعد تلعب وتتفرج على الاشكال اللي هتطلع. لان السوبر بوزيشن من حركتين واحده على اكس وواحده على واي مش بالضروره ده يطلع ده. ممكن يطلع اكس ممكن يطلع ستريت لاين، تعالوا نشوف. في السؤال ده هو مديني الاكس مثلا 2 كوزاين اوميجا تي اللي هي 4 تي، والانيشال فيز هنا بصفر مفيش فرق. مديني الحركه اللي على الواي بتساوي سالب 4 كوزاين 4 تي. يقول لي ارسم دي وارسم دي وركبه وشوف اللي هيطلع كام. تعالى يا فندم. هو مديني الاكس ومديني الواي، نرسم الاكس، انا رسمتها ازاي ده؟ قال لي الاكس مع التي، دي تترسم دي معادله كوزاين. اول لحظه بتديني كام؟ الزمن بصفر، تطلع كام دي؟ 2 كوزاين صفر بكام؟ 2 امسح كمان النتيجه دي كام؟ احنا مش عارفين النتيجه تطلع ايه شكلها ايه؟ انت ممكن في امتحان المعمل في امتحان المعمل لان التجربه دي صغيره جدا تجربه السيرفر لو جات لك في الامتحان كان احتمال كبير الدكتور يجيب لك مساله من دول علشان يشوف انت فاهم السوبر بوزيشن ولا لا لان المساله لان التجربه دي بخصوص السوبر بوزيشن فدي كمساله مش بس ممكن تمتحن فيها في النظري لا كمان في امتحان المعمل فيدي لك اثنين فانكشنز يقول لك اكتبهم يقول لك اكتبهم ادي واحد 2 كوزاين هتبتدي من الماكسيموم هنا مثلا اللي هو 2
محور الزمن اللي تحت، ارسم بقى الديزاين. هتقل مع الزمن بصفر، نيجاتيف، صفر، ماكسيمم. هنا ده هوصل لسالب 2، صح كده؟ دول كده 1 كومبليت سايكل. ارسم على الاقل كومبليت سايكل، على الاقل لفه واحده، 1 سايكل على الاقل، عشان اعرف اركب يعني. دي النقطة الأولانية نسميها مثلا A، دي النقطة المميزة بقى. B هنا، C هنا، D، وهنا نرجع لـ A تاني. طيب ارسم لي الواي، الواي شكلها ايه؟ سالب 4 كوزاين 4 تي، زمن بصفر، بتبتدي من كام؟ سالب 4. يبقى ترسم كوزاين بتبتدي من سالب 4، بتبتدي من هنا، دي سالب كوزاين. فسالب كوزاين بترسم ازاي؟ تطلع شكلها ازاي؟ كوزاين بتمشي كده وصح؟ النقطة المميزة بقى الـ A بتاعتها، الـ B بتاعتها، الـ C بتاعتها، الـ D. سوري الـ D هنا بس، الـ D هنا، ده نرجع للـ A تاني. وهنشتغل من سالب 4 لحد كام؟ لحد فوق كده 4. فالـ X مع الـ D أهي، خلي بالك إن محور الـ D بيبص هنا من تحت. تمام؟ ركب يا سيدي. أول نقطة من هنا مع أول نقطة من هناك، يطلعوا فين؟ بص دي أول نقطة هنا الـ A صح؟ كده اهو الـ A من هنا كده اهو يتقاطعوا فين هنا؟ يبقى دي أول نقطة، دي النقطة إيه؟ اللي بعد فين الـ B؟ الـ B دي تمشي كده اهو، الـ B دي تمشي كده اهو، يتقاطعوا فين؟ يتقاطعوا هنا، أدي النقطة دي. الـ B على الصفر والـ B على الصفر يتقاطعوا في نقطة الأصل اللي هي صفر صفر. صح؟ الأوريجن. C شمال، C فوق. سنقطع هنا صح؟ ادي سي. الدي، الدي بتاعت هنا على الصفر، والدي بتاعت هنا على الصفر، ارجعوا هنا. الدي ترجع مع الدي نفس النقطة. لو رجعت الاي تاني هرجع هنا. المحصلة شكلها ايه بقى؟ وصل بقى ادي ايه رايح للاي رايح للسي وراجع من سي راجع للدي راجع للاي، يعني النتيجة خط مستقيم، مش دايرة. مش دايرة السوبر بوزيشن بتاعنا كده زي الخط المستقيم ده حد كده ناصح يعني يقدر يقول لي الميل او السلوك بتاعه كام؟ نيجاتيف 2. بص هو على الواي اكسس هيوصل لفين؟ لاربعه صح؟ يعني مقسوم ما بين اعلى حاجه في الواي اربعه واوضح حاجه في الواي سالب اربعه. على الاكس اكسس احنا شغالين بالاثنين وسالب اثنين صح؟ ادي اثنين وادي سالب اثنين. فهل اعرف اجيب الميل او السلوك بتاع الخط ده؟ ممكن تاخد بقى دي كلها 8 على دي كلها 4 او تاخد دي كلها 4 على دي كلها 2 وبالنسبه يبقى الستوب بتاعه سالب 2. نعم ينفع ترسمها في دي حلو الجدع ده سالب خط كويس ده كده الحل الاولاني مش عاجبني يا هو انا لسه هقعد ارسم اكس مع دي تحت كده واكس الواي مع دي واقعد اشخبط الشخابيط دي كلها. في حل تاني اظرف كتير. تبص على المعادله وتعود للنقط المميزه اللي هي ايه؟ يعني الباشمهندس ده انا ما فهمتش حاجه من الكلام ده، هنقول طريقه ثانيه خلاص سيبك من الكلام ده، لو ما فهمتوش مش مشكله. هنقول طريقه ثانيه. ده اوميجا تي، خلاص كده؟ اوميجا تي حطها النقط المميزه اللي هي صفر وباي على 2 وباي و3 باي على 2 و2 باي. ده اللي هو اسمه اوميجا تي اللي هو الباشمهندس ده. هات الاكس بكام وهات الواي بكام؟ يلا. لما احط الاوميجا تي اللي هي 4 تي في المساله دي احطها على بعضها بصفر، الاكس تطلع بكام؟ 2 والواي بكام؟ دي كلها بصفر يبقى الواي بكام؟ سالب 4. طيب حط باي سوري باي على 2 دلوقتي. باي على 2 هنا يبقى كوزاين باي على 2 بكام؟ 0. كوزاين باي على 2 0. طب حط باي كوزاين باي سالب واحد يبقى هي دي سالب 2 في الاخر. هنا باي كوزاين باي سالب واحد فرق سالب 4 4. حط 3 باي على 2 الكوزاين بتاع 270 صفر. الكوزاين بتاع 270 صفر صفر. حط 2 باي يبقى 2 كوزاين 2 باي كوزاين 2 باي 1 يبقى ده 2 وده سالب 4. حط النقط دي على الرسمه طلع النتيجه تعالى كده ادي النتيجه النهائيه هنا اكس مع واي. اول نقطه كام؟ 2 اكس سالب 4 واي يعني 2 اكس هنا سالب 4 واي هنا صح كده؟ دي اول نقطه.
تاني نقطة صفر وصفر. تالت نقطة سالب اتنين على اكس وموجب اربعة على واي. سالب اتنين على اكس هنا وموجب اربعة على واي هنا. رابع نقطة صفر وصفر ويطلع نقطة اتنين وسالب اربعة. هتلاقيه ماشي كده اهو، ماشي كده اهو، راجع كده اهو، راجع كده اهو، نفس النتيجة. مين الطريقة الأسهل في دول؟ مين شايف الطريقة الأولانية أسهل؟ كم واحد شايف الأولانية أسهل؟ أكتر ليا. كم واحد شايف التانية أسهل؟ طيب واللي في النص بقى؟ ال 14 دول مع مين بقى؟ كل الطلبة. كويس أصلا. نعم. زميلكم كان طارح طريقة تانية، كان طارح إنه بيقول لك إيه؟ إن هنا الواي بيساوي سالب 2 إكس. صح؟ لو انت ضربت دي في سالب 2 لو ضربت دي في سالب 2 مش طالع واي؟ لازمكم تقول اللي هو شايف واي بيساوي سالب 2 اكس تترسم على طول صح؟ بس مش كل الحالات بتبقى كده، دي حاجه سهله يعني. ناخد واحده اكثر تعقيدا شويه. مع 4 قدام 4 دي حالة غلسة شوية. نشوف الطريقة الأولى ولا الثانية؟ الثانية. ماشي. الأوميجا دي أهي. حط لها صفر تطلع عكس كام؟ لا الأوميجا دي أهي. يبقى 2 كوزاين صفر ناقص 90، يعني كوزاين سالب 90، كوزاين سالب 90 بكام؟ 0. صح؟ حط هنا صفر. يبقى 4 كوزاين صفر ب 4. طيب حط بعد كده 90 درجه، كوزاين 90 ناقص 90 يعني كوزاين صفر، كوزاين صفر بكام؟ 1 يبقى 2. حط 90 يبقى صفر. صفر صح. حط باي بعد كده، باي مساله على فين بقى؟ باي على 2، كوزاين بتاعها صفر. حط هنا باي يبقى كوزاين باي بسالب 1 يبقى هنا سالب 4. حط 3 باي على 2، 3 باي على 2 ناقص باي على 2 بقى باي، الكوزاين بتاعها سالب 1 يبقى انا عندي سالب 2. حط 3 باي على 2 الكوزاين بتاعها صفر. حط 2 باي يبقى 2 باي ناقص باي على 2 3 باي على 2 الكوزاين بتاعها بصفر. حط هنا 2 باي يبقى كوزاين 2 باي بواحد بقى 4. ارسم بقى. فين النقط بتاعتنا؟ اكس ب 0 واي ب 4. يلا. دي اول نقطة. اكس ب 2 وواي ب 0 اكس ب 0 وواي بسالب 4 كويس. هي واي من 4 فوق لان يعني الخطوط بتاعتها هتبقى ما بين 4 فوق وسالب 4 تحت والاكسات ما بين 2 يمين وسالب 2 شمال. دي المنطقه بتاعت الرسم بتاعتنا. طيب كده رسمنا اي بي سي اللي بعدها بقى يعني دي ايه؟ بي سي بعد كده 0 مع سالب 2 0 اكس مع سوري سالب 2 سالب 2 مع 0 سالب 2 مع 0 هنا واخيرا 0 مع 4 ترجع تقفل مع الاي دي. دي النقطه بس هتجيلي اوصل بقى. طب هو مش هيبقى خط مستقيم يبقى اوصل بقى بشكل ناعم بقى سموث لاين. فيمشي ازاي بقى؟ الشكل ده اسمه ايه؟ فاللي طلع هنا مين؟ ارس. ليه ما اخترتش سيركل؟ علشان الواي الاكستنشن بتاعها لحد فين؟ 4 والاكس اخرها فين؟ 2 فما فيش ريديوس ثابت. فعشان كده ما اخترتش سيركل. كمان هيطلع سيركل امتى؟ لو كان 2 لو كان 2 صح؟ تمام؟ الخلاصة هديك قاعدة كده تعرف بيها النتيجة قبل ما ترسم. خلاص كده؟ على جنب كده، ما تبقاش لو كانت الاثنين فانكشنز الاكس والواي ان فيز يعني ايه ان فيز؟ يعني شكل الدالة دي أو الفانكشن دي وشكل الفانكشن دي كوزاين وكوزاين والزاوية اللي جوه زي الزاوية اللي جوه. والأمبليتيود بره ممكن يكون موجب أو سالب. لو موجب هيبقى الستريت لاين نهائي، موجب لو سالب هيبقى الستريت لاين نهائي سالب، مش مشكلة مش دي القضية. بس الأصل إنه لو كان كوزاين زي المسألة اللي فاتت، المسألة اللي فاتت كانت إيه؟ كوزاين 4 دي وكوزاين 4 دي.
فلو عندك كوزاين زاوية والكوزاين نفس الزاوية بالظبط، يعني مفيش زي هنا سالب باي على ثيتا، ده ماوس دنيا ده. بس لو كانت كوزاين زاوية وكوزاين نفس الزاوية أو ساين زاوية وساين نفس الزاوية ده ستريت لاين، خلاص خلصت. ماشي الحال؟ لو كانت بقى كوزاين زاوية وكوزاين زاوية مختلفة فرق 90 درجة زي الحالة دي. فكوزاين زاوية وكوزاين زاوية مختلفة في 90 درجة لازم هتطلع يسد الإقليس. لو ساين زاوية وساين زاوية برضه فرق عامل من جوه 90 درجة، يعني هنا في فرق فيز، ده اسمه فيز. ده اسمه فيز. زي ما اتفقنا. ده اسمه فيز. فالفيز هنا 4 تي ناقص على تي، الفيز هنا 4 تي. في فرق في الفيز ولا مفيش؟ هل الاثنين نفس الفيز؟ هل الاثنين نفس الفيز؟ لا مش نفس الفيز. دي الفيز يعني الانجل اللي جوه، 4 تي ناقص على تي دي 4 تي. صحيح الفانكشن هي الفانكشن كوزاين كوزاين، بس مش نفس الزاويه، في فرق 90 درجه. فلما يبقى كوزاين وكوزاين وجوه في فرق 90 درجه ما بين الاثنين فيز هيطلع لبس او ده. لو كان ساين وساين وفي فرق فيز 90 درجه هيطلع برضه سيركل او اليبس. طب بص دي بقى، لو ساين وكوزاين بس نفس الزاويه اخر حاجه بقى، يعني في الحالات اللي عندنا اللي بتبقى عندك كوزاين وكوزاين نفس الزاويه ستريت لاين، ساين وساين نفس الزاويه ستريت لاين، خلاص خلصت. كوزاين وكوزاين والزاويتين بينهم 90 درجه اليبس او ساين وساين والزاويتين فرق 90 درجه اليبس او سيركل. طب لو ساين وكوزاين بقى، يعني لو قلت لك ان الاكس بتساوي 2 كوزاين اي حاجه 4 تي مثلا، لو فرق والواي بتساوي مثلا 4 ساين 4 تي، دي تطلع ايه؟ دي تطلع اليبس. ليه بقى؟ انت ممكن تقلب ساين لكوزاين صح؟ يعني دي ممكن تعملها كده 4 ساين سوري تبقى 4 كوزاين 4 دي ناقص 90 درجه صح؟ صح كده؟ يبقى اصبح عندي كوزاين وكوزاين بس فرق الفيز كام؟ 90 درجه. فانت لما تيجي تقارن ساين بكوزاين خليك حذر، اقلب واحده فيهم للثانيه، ما تقارنش ساين بكوزاين كده. لما تقارن الفيز، ودي مساله نبقى ثلاثه في الشيء، لما اقارن الفيز ما بين حاجتين، لو كانت كوزاين وكوزاين خلاص اوكي ماشي، هات الزاويه وهات الزاويه دي واطرح يبقى فرق الفيز. هنا فرق الفيز كام؟ فرق الفيز هنا 90 درجه ما بين الاثنين دول. ساين وساين ماشي مش مشكله، هات دي ودي واطرح يبقى فرق الفيز 90 درجه ماشي، ويطلع دايره ويطلع يبس. لكن ساين وكوزاين ما تقدرش، راح يكون بقى هنا يعني ما ياخدش باله يقول لك ايه؟ ما هي دي كوزاين زاويه وده ساين نفس الزاويه. يعني نفس الزاويه. يقول لك طلع ستريت لاين، ينفع كده؟ ما ينفعش. اللي طلع ستريت لاين كوزاين وكوزاين نفس الزاويه نفس الزاويه. لو فرق فيز 2 باي ما 2 باي ما بتعملش حاجه، لو في فرق فيز 2 باي ما بتعملش حاجه. لو في فرق فيز باي ده يديك اشاره. يعني مثلا لو قلت لك كده، قلت لك كوزاين 4 تي وكوزاين 4 تي ناقص باي، يطلع ايه؟ كوزاين وكوزاين، هل الزاويتين زي بعض؟ لا. طب الفرق كام؟ 90. لو الفرق 90 هيطلع اليبس او سيركل. طب الفرق مش 90. لو الفرق 2 باي 2 باي مش فارق، اعزلهم خلاص مالوش لازمه. مالوش ال 2 باي هو كوزاين ما بيعملش حاجه. طب لو باي 2 باي تعمل ايه؟ تفكها بقى. كوزاين 4 تي كوزاين باي زائد ساين 4 تي ساين باي، صح كده؟ ساين باي ده صفر، باي باي مع السلامه. كوزاين باي ده سالب واحد. يبقى في الاخر البتاعه دي هتبص على كام؟ سالب كوزاين 4 تي. ده كده لو انت اخترت دي دي طلع ايه؟ طلع ايه؟ ستريت لاين. يبقى تاني كوزاين كوزاين نفس الزاويه، ساين ساين نفس الزاويه، او لو فرق 2 باي ده ستريت لاين. كوزاين كوزاين فرق 90 او ساين ساين فرق 90 اليبس او دايره، خلاص؟ غير كده بقى، يعني غير الحالات الواضحه قوي دي، لازم تتصرف في الرياضه. يعني لو اديت لك كوزاين مع ساين لازم تقلب واحده فيهم للثانيه وتقارن. لو اديت لك كوزاين وكوزاين او ساين وساين وفرق باي فوق وتقارن. يبقى الحالات الواضحه صريحه مباشره، كوزاين كوزاين نفس الزاويه او ساين ساين نفس الزاويه ده ستريت لاين. كوزاين كوزاين وفرق 90 جوه او ساين وساين وفرق 90 جوه ده اليبس او سيركل. اي حاجه تاني بقى لازم توفق الاثنين، يعني واحد كوزاين واحد ساين تقلب واحده فيهم للثانيه.
او واحده كوزين، واحده كوزين ثانيه 180 درجه برضه في الجامعه. ايه ليه؟ ده بص عايز تشتغل كده ماشي، انا الفكه دي علشان تشوف في الاخر. انا ليه بقول لك فوق؟ علشان تشوف في الاخر هي تتفق مع مين في القواعد المباشره للاتفاق. انت بعد ما فكيت دي اصبحت الحاله ايه؟ كوزين كوزين نفس الزاويه بعد ما فكيتها صح؟ كده ترجع للقواعد المباشره اللي انا قلتها في الاول، ان كوزين كوزين نفس الزاويه بتاع السلم واحد. طبعا المين بتاعه هيطلع سالب. معايا؟ فانا بقول لك فك دي او خلي لو كوزين كوزين فك واحده ثلاثه تاني ايه؟ عشان لما تفك وتقارن ترجع بقى للقواعد المباشره. نعم. انا لو عوضت نفس الشكل مش غلط مش غلط، هتقعد تعوض وتحل وتطلع. القواعد المباشره بقول لك علشان لو انت عندك سؤال مالتي تشويس بس. فهقول لك في مالتي تشويس عندك اربع اختيارات، بس اقول لك اربع تقسمهم ترسم دي ودي ودي ودي. لا يعني احد الحاجات اللي برضه في الشيت في مالتي تشويس بيدي لك شكل هيلبس كده وبيدي لك اربع اختيارات A B C D، بيدي لك هنا اكس وواي اكس وواي اكس وواي اكس وواي. هتقعد بقى ترسم دي وترسم دي وترسم دي وترسم دي عشان تعرف مين دي ومين؟ لا بس دي ممكن تحلها بالقواعد المباشره اللي بقولها لك على طول. كوزاين وكوزاين او ساين وساين نفس الزاويه سبليت لاين. فاكيد دي ما هياش كوزاين وكوزاين وساين وساين نفس الزاويه، دي هيلبس. لكن الكوزاين الكوزاين فرق 90 او ساين وساين فرق 90. تطلع الالبس. والالبس ده مين اللي اقوى فيه الواي ولا الاكس؟ لان الموجود بتاع الواي اقوى من الاكس. جميل. اكزامبل على شابتر 1 زي ما قلت كده شابتر 2 احنا هناخد سيكشن 2.1 2.2 بس. اللي بعد كده مهاجم. في شابتر 3 هناخد 3.1 3.2 3.3 واللي بعده مهاجم. مش مهم. شابتر 2 2.1 2.2 مش اكتر من مثال على كل اللي انا حكيته في شابتر 1. ده مثال ميكانيكا. في شابتر 3 يعني دي سيمبل هارمونيك موشن ميكانيكا. في شابتر 3 هناخد سيمبل هارمونيك اوسيليشن، مش هنقول بقى موشن لان مفيش موشن في الكهرباء. هي صحيح التشارج عمال بتتمشى بس انا مش شايف كده، فاحنا بنسميها سيمبل هارمونيك اوسيليشن يعني. فشابتر 2 هو مثال ميكانيكال على شابتر 1، شابتر 3 هو مثال الكتريكال على شابتر 1. نعرف هنعمل ايه؟ شرحنا سيمبل هارمونيك موشن وكل البروبرتيز بتاعتها شابتر 1. هناخد ابلكيشنز بقى، واحد ميكانيكال ده شابتر 2، وواحد تاني الكتريكال ده شابتر 3. شابتر 2 بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندي الماس سبريك سيستم. يعني ايه ماس سبريك سيستم؟ الماس يعني كوردج جسم مربوط في صوص بلاني. ده سبرينج. فاسمه ماس سبرينج سيستم. الماس سبرينج سيستم ده لو انا ما عملتش معاه حاجه هيبقى مستقر في موقع ما، هيبقى الموقع بتاع الاستقرار الكوليبريم بوزيشن او موقع الاتزان او الريست بوزيشن موقع الاستقرار، ده هو المكان اللي الكتله او الماس بتبقى عنده لما ما يكونش فيه قوه مؤثره على السبرينج. يعني سيجما فورسز يساوي صفر. مفيش قوة مؤثرة. هو مستقر. طيب، جه واحد من بره بقى راح ماسك السبرنج ده وشده. شد السوس ده يعني. ووصل الجسم من مكان اكس بيساوي صفر لحد مكان اكس بيساوي ايه؟ الجنرال أي موقع اسمه اكس. أي مكان اسمه اكس. هيبقى المسافة من اكس لحد الصفر ده هو الاستطالة او الاكسبنشن اللي بيحصل دي سبرنج. فالاستطاله او الاكسبنشن اللي بيحصل ده هو الجسم وصل لاكس بكام؟ بالنسبه للصوت. يعني هنا مثلا لما وصل الجسم لحد النقطه اللي اسمها اكس بتساوي ايه؟ يبقى الاستطاله او الاكسبنشن بتساوي كام؟ ايه؟ الجسم اتحرك من اكس بتساوي صوت مره استقرار لحد مكان ما، هذا المكان الجديد يبقى في استطاله حصلت فيه سبرنج شدت الصوت. شدتها بشكل قد ايه؟ بقى شوف انا صفر فين؟ من صفر لحد مكان اسمه اكس بقى شدتها اكس، من صفر لحد ايه بقى شدتها مسافه ايه؟ لو خدت كده يعني عارف انا رايح فين؟ انا لسه بجيب ايه؟ لان هسيبهم فين اتحرك من هنا؟ ودي هتبقى ماكسيموم اكسبنشن اكبر من استطاله للسبريد في الحركه اللي هتحصل. فانا بعمل ايه بقى؟ بروح نفسي ده هو اشد واشد واشد واقف عند النقطه. فعند النقطه دي في اتزان جديد. بس الاتزان ده مش هيستمر. ليه؟ لان انا هقفل ايدي هسيبه. لما اسيبه هيبقى تحت تاثير قوه بترجعه لورا قوه الارجاع او الستوري فورس. الستوري فورس او قوه الارجاع
اللي هي عايز ترجعه لورا. السبرينج كده مش مستقر وعايز يرجع لورا. يبقى عشان بيدخل بره وقوه خارجيه قسم من بره وهو بيرد عليا برد فعل بقوه ارجاع او اف ستور بسميها اف اس يعني اف بتاع السبرينج. اف سبرينج. لو انا بقى لميت القوه اللي من بره دي هتبقى ايه؟ السبرينج بس هيعمل ايه؟ هيسيب الكتله بره في النهايه؟ لا هيحاول يرجعها لورا. فهتبتدي هنا بسرعه بصفر. راجع كده انت هنام شويه طلعت الحركه هنا وعند الاطراف السرعه كام؟ زيرو. فهتبتدي الحركه من هنا الطرف بتاع الحركه هنا بسرعه هنا بسرعه. تجري 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 توصل لاكس بيساوي هنا صفر. ده بوزيشن الاكس بصفر. عند الاكس بصفر لو تفتكروا من شويه شفت رمات كانت السرعه هنا ايه؟ اكس اكسلريشن ايه؟ زيرو. هل بقى الكتله هتستقر هنا؟ لا يا سيدي ما تستقرش. ليه؟ مع انها هي في مكان ما فيهوش قوه، مفيش قوه مؤثره، انا بقول لك ما فيش مستقر بالظبط حلو. بس انا هقف هنا؟ لا ليه؟ علشان هي كسبت طاقه الحركه. يعني لو انا شديتها عليك طاقه الوضع متخزنه في السبرينج. لما سبت طاقه الوضع متخزنه في السبرينج دي البوتنشال انرجي انتقلت مع الوقت الى كاينتيك انرجي. فلما هو وصل هنا ما وصلش بسرعه صفر، وصل بسرعه عاليه. مفيش سبب يخليه يقف فجاه. لبس الحيطه هو عشان يقف فجاه. فهيحصل ايه؟ هيكمل جاري لجوه. لو كان هنا السبرينج اندر اكستنشن استطاله، هنا هيبقى كومبريشن تحت ضغط. فالكتله هتفضل تضغط 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 هتقدر تضغط لحد ما توصل فين؟ لحد فين بقى الناحيه الثانيه؟ اكس بيساوي سالب اي. هنسيب الكلام بالرياضه، يعني هنقول الكلام ده بالرياضه، بس كده بنتكلم في الديسكربشن كده من بره. فحفظ الطاقة أو كونزرفيشن اوف انرجي هنا جاي منين؟ إن أنا أهملت الاحتكاك. أهملت الفريكشن، يعني الكتلة دي بتتحرك على سطح أملس. لو حبيت أعمل في اللغة دي في المعنى هجيب منين سطح أملس؟ الناس اللي بيعملوا بقى تجارب من النوع لو عايزين يهملوا الفريكشن بيعملوا حاجة اسمها بيسموها المضادة الهوائية، يعني بيجيبوا حاجة إير باشن بيعملوها إزاي؟ بيجيبوا زي صفيحة معدن مثلا فيها شوية أخبار. ومن تحت الصفيحة المعدن دي في بومب في مقاطع بتطلع هواء. فالهواء يرفع الاجسام اللي انت بتحطها فوق الصفيحه دي. فالجسم مش بيتمشى على سطح المعدن. الاخبار دي بتطلع هواء فالجسم بيتمشى على الهواء فالفريكشن غالي. ده لو حاجه عايز يعملها عملي. هنشوف ان بس كده عليك كتير. الخلاصه الجسم شد لحد هنا. القوه الخارجيه وهي بتشد وعايز تتصرف لحد هنا عملت شغل. ما كانش ببلاش. ما كانش ببلاش. انا وانا بشد الجسم ده عايز احركه من هنا لهنا لازم القوه دي تعمل شغل. عملت شغل الجهاز بقى. انا هعمل قوه خارجيه قبل ما اكون قوه السبرينج. دي بالظبط 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 شبه اللي احنا خدناه واحنا صغيرين في اعدادي في المدرسه. لما تاخد القلم ده ترفعه عكس الجاذبيه يحصل ايه؟ هو المفروض لو انا سبته هروح فين؟ يرجع لتحت. ده كده بالظبط زي ما تسيب الكتله دي هترجع لك 16 بالظبط. طب انا عايز اشتغل عكس السوسه او عكس الجاذبيه هنا هيحصل ايه بقى؟ هشتغل لفوق 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 لفوق. مين القوه الخارجيه هنا؟ مين الاكسترنال فورس؟ قلم ايدي بترفع القلم ده لفوق ضد مين؟ الجاذبيه. مين الريستورنج فورس هنا؟ قوه الارجاع. مين اللي عايز يرجع القلم؟ الجاذبيه هي الريستورنج فورس قوه الارجاع زي السوس ده. فزي ما باخد القلم ده اهو واعمل شغل عشان اوصله لفوق انا باخد الجسم ده من اكس بيساوي صفر واعمل شغل عشان اوصله هنا. طيب الشغل اللي كان عكس الجاذبيه بيساوي كام؟ تعالى نشوف الجسم هنا عند مقطع اتش ارتفاع بيساوي صفر. رفعت الاتش بتساوي 2 متر مثلا. فهعمل شغل بتساوي كام؟ لو انا القوه بتاعتي يا دوبك على قد الوزن، القوه بتاعتي بتساوي ام جي. فهطلع ام جي فوق، ام جي فوق بضربها في المسافه صح؟ ام جي يمشي. ده الشغل اللي انا عملته اللي هو بيتخزن في الجسم على شويه بوتنشال انرجي. ده امتى بقى بوتنشال انرجي؟ اخدها تاني امتى؟ ارجعها تاني امتى؟ لما اسيب القلم يقع. لما اسيب القلم يقع يحصل ايه؟ البوتنشال اللي متخزنه فيها تحولها تتغير. نفس القصه هي دي. انا عملت شغل القوه الخارجيه من هنا لحد هنا فخزنت في الجسم بوتنشال انرجي. ليه بوتنشال انرجي؟ لان انا اشتغلت ضد قوه الارجاع من الريستورنج فورس. زي كده لما باخد قلم مرفوع فوق عكس الجاذبيه اخزن فيه بوتنشال انرجي. طالما ان في قوه ارجاع يبقى لازم في بوتنشال انرجي. طيب خزنت هنا بوتنشال سبت اتحرك 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 كلها بقت كاينتيك انرجي. يعني مجموع البوتنشال هنا بيساوي مجموع كاينتيك هنا او كل البوتنشال هنا بتحول هنا لكاينتيك وترجع تبتدي تلاقي البوتنشال هنا. رياضه
الشغل اللي بتعمله قوه خارجيه مثال اقصد بره دكتور ضرب عدد ما بين الفورس الخارجيه اللي انا استعملتها والمساحه اللي انا عملتها اف دوت دي اكس وهي كامل من مطرح ما ابتديت لحد مطرح ما وقفت. لو عايز تكمل من زيرو لحد ايه اخر مسافه ماشي، عايز تكمل من زيرو لحد اي اكس دي علاقه عامه، يعني انا حركت الجسم من اكس صفر لحد اكس وقوه خارجيه، قوه خارجيه بتساوي كام؟ قد قوه السبرنج يا دوب زي كده لو بحرك الجسم ده من تحت لفوق بقوه يا دوب على قد تمشي. طب قوه الارجاع بتاعت السبرنج بتساوي كام اصلا؟ قوه الارجاع بتاعت السبرنج جيفن بقانون الفورس بتاع السبرنج بتساوي حاصل ضرب ثابت في الاستطاله اكس. الثابت ده ليه ثلاث اسامي. سميه ثلاث اسامي، الثابت اللي اسمه كده. عشان كده هتلاقيه في الشيت اللي جاي عمال بقى ايه؟ كل مساله بيجي لك اسم عشان الثلاث اسامي تضربوا في الناس. ممكن تسمي كده سبرينج كونستنت. الثابت بتاع السوستر او هوكس كونستنت. الثابت بتاع هوك نسبه للرجل اللي اشترى في الموضوع ده. او ستيفنس كونستنت. ثابت الصلاه. فهو ثابت بيربط ما بين الفورس والاستطالة. اصله فين؟ اصله لو تفتكروا عارفين اصله فين؟ كان في اعدادي بس ما حدش يعني قالوا لكم في اعدادي البدايه بتاعته. في اعدادي خدنا حاجه كده فيها معامله بتاع الاستطالة وتمدد وحاجات كده. خدنا في اعدادي حاجه زي كده؟ خدنا ايه؟ كان اسمه معامل ايه؟ كان اسمه هوب برضه او يم. فاكرين ده؟ اقول لكم اصل بتاعه بسرعه. يانس كونس بيساوي ستريس على سرين صح؟ الستريس كام؟ فورس على ال السترين انت ال على ال صح؟ وقف المعدل الفورس بتساوي شويه حاجات انت ال اللي هي في مطرح نهائي اللي هي هتروح في الواي والدلتا ال هتروح الناحيه الثانيه مقسومه على ال دول على بعض هم اللي اسمهم السالب بتاع السبرينج. والاستطاله هنسميها اكس. يعني يامس مودلس مضروب في الكروس سكشن اريا مساحه المقطع بتاع السبرينج مقسوم على الطول الاصلي للسبرينج اللي هو الناتشورال لينكس. ده الطول الاصلي لما بيكون هم الاستقرار ده الناتشورال لينكس بتاعه. بس ما يهمنيش ده كلام اعدادي ما يهمنيش ما يهمنيش. انا يهمني في الاخر ايه؟ ان الفورس بتاع الخارجيه اللي بتساوي قوة الارجاع بتساوي حاصل ضرب ثابت ده اصله ثابت ثابت على ثابت مضروبة في اكس. الثابت ده بنسميه هوكس فورس. طب هل ده معناه ان الفورس ثابتة مع الاستطالة؟ يعني هل الفورس اللي انا محتاجها عند النقطة دي زي الفورس اللي انا محتاجها عشان اوصل هنا؟ او زي دي؟ كل ما لو ابعد عن الاستطالة اكبر محتاج قوة اكبر ورد فعل اكبر والاثنين قد بعض. يبقى القوة اللي أنا محتاجها بتساوي قوة الإرجاع، وقوة الإرجاع بس هم عايزين تتجاه بس، وقوة الإرجاع كي إكس. ده كم؟ كي ثابت، إكس دي إكس بيتكامل في عكس الإرجاع على مين؟ من صفر لإكس، يبقى البوتنشال إنرجي عند أي مكان هي الصيغة دي. يعني أنت نعم. معلش حضرتك أنا يعني لو حددت القوة قد قوة السبرينج بالظبط، كده هيبقى في إيكوليبريم في الحركة إزاي؟ السؤال بتاع سميك مش سؤال تقليدي، لو انا شديت بقوه قد قوه السبرنج المفروض ما يتحركش، صح؟ وانا لو رفعت الجسم ده من تحت لفوق بقوه قد وزنه وزنه بيزق لتحت وانا بزق لفوق بنفس القوه، هل هرفعه؟ المفروض لا، بس احنا بنقولها كلام الابروكسيميشن، الصح ان هي قوه. اكبر قوه السبرنج حاجه صغيره خالص مهمه لتسهيل الدراسه مش اكتر. سترينج سبيكينج يعني لو هنتكلم بالظبط صح عندك حق. يعني قوة الإرجاع دي قد القوة اللي بشد بيها أو الوزن قد القوة اللي برفع بيها الجسم ما اتحركش. بس القوة اللي أنا بستعملها من بره أكبر حاجة بسيطة من الجدع ده. خلاص؟ يبقى ده البوتنشال إنرجي في أي مكان. ده اللي نظيره في الجرافيتيشنال في مجال الجاذبية إيه؟ نظيره في مجال الجاذبية إيه؟ نظيره في مجال الجاذبية إيه؟ إم جي إتش. فالبوتنشال انرجي القوة اللي بتعمل بتشتغل لفوق كده بتعمل شغل ال جي اتش. القوة اللي بتشد فيها السبرنج بتعمل شغل نص في اكس تربيع حيث اكس هو الاستطالة اللي انت بتشد فيها. لو انا فلت الجسم بقى سبته من هنا ابتدي اتحرك البوتنشال بتاعه يخسره ويجين يكسب ايه؟ دايلين.
فالتوتال انرجي للاي بوينت هي مجموع الاثنين، مجموع عنده في هذا المكان كام بوتنشال باقيين وعنده كام دايمنشن، مجموع الاثنين دول هو التوتال انرجي. اخر حاجه لما يكون عندي مساله بيقول لي اثبت لي الجسم في هارمونيك موشن، انا عايز اوصل للمعادله اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ كاركترستيك ايكويشن. يعني ايه كاركترستيك ايكويشن؟ ان عفريت متفاضل مرتين بيساوي سالب في ثابت في العفريت، صح كده؟ يبقى دي المعادله الكاركترستيك او الممثله اسم الهارمونيك موشن. جزء كده في السيمبل هارمونيك موشن؟ اه. ميكانيكا يبقى قانون نيوتن، كهرباء يبقى كيف يعني؟ ميكانيكا نيوتن. زبدة من الجسم اتحرك. مجموع القوى المؤثرة على الجسم بيساوي نفس الاكسلريشن. لما اسيبه يتحرك، يتحرك تأثير مين؟ مين؟ القوى الخارجية؟ ايدي؟ اللي شدته؟ خلاص ده ثابت وخلاص مشي. هيتحرك تأثير مين؟ الريستورينج فورس، فورس يعني بتزق في اتجاه فين دي؟ عكس اكس ترجع فيها الوقت صح؟ يبقى سالب وقوة ترجع في اكس بتساوي ماس في اكسلريشن. توصل دي الكاركترستيك ايكويشن؟ توصل؟ اكس ضرب ضرب في ناحيه وادي الباقي الناحيه الثانيه، يبقى سالب كي اللي هو السالب بتاع السبرنت على الام كورس في الجسم اللي بيتحرك في اكس عفريت ضرب ضرب بيساوي سالب في ثابت في عفريت. ده هيبقى لوجيك التفريغ بتاع الحركه. وبالتالي الاصل ده هيعمل سيمبل هارمونيك موشن اثبتناها خلاص اهو الكاركترستيك ايكويشن. والاوميجا بتاعت السيمبل هارمونيك موشن بتساوي كام؟ الاوميجا الجذر بتاعي يبقى سيمبل هارمونيك موشن الاوميجا بتاعتها بتساوي 2 باي اف بتساوي 2 باي على اي. ده كلام عام 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 بتساوي الجذر بتاعي على اف في الحاله بتاعت السبرينج في ثانيه نص ثانيه ثانيه. واحد يقول لي انت بتضحك علينا يا عم بتضحك علينا ليه؟ بص كده سالب كده اكس صح؟ القوة اللي رجعت بتشتغل فين؟ مع اكس عكس اكس سالب كده اكس. طيب اللي هيحلها هديله جايزه المره الجايه مش معاه النهارده بس اللي حل دي الجسم رجع هنا اهو هيقف؟ لا هيكمل جه هنا اهو. طيب هيوصل هنا اهو قوة الإرجاع هنا بنزقه فين؟ يمين يمين. فلما أكتب قوة الإرجاع الإف سبرينج أكتبها سالب كي إكس يعني الفورس بيكا فيكتور سالب كي إكس في اتجاه أي كاب. هل ده صح؟ هل ده صح؟ لا صح. ليه صح بقى؟ في إيه يا عم؟ في المريض عشان الإكس بالنيجاتيف صح؟ لأن الإكس في المنطقة دي نيجاتيف فلو عوضت الإكس أي نيجاتيف الضرب في نيجاتيف تطلع قوه بوزيتيف صح؟ فقوه الارجاع سالب كي اكس سواء انت واقف هنا اهو هترجعك كده سالب كي اكس واكس موجب يعني لما تقعد في المعادله دي سالب كي واكس موجب وانت واقف الناحيه دي هتطلع قوه بالسالب لان السالب ده بيشاور كده اهو صح؟ لو دخلت كده تضغط على السبرينج فالسبرينج هيرد عليك كده فلما يزق الجسم لبره قوه بتشاور في اتجاه بوزيتيف اكس. هل بوزيتيف اكس دي تتكتب كده؟ اه تتكتب كده. ليه؟ ان اي اكس بيقف عندها هنا الاكس دي بالسالب لما تيجي تعوض. فهي الصيغه بتاعت الاف اس دايما سالب في اكس صح؟ سواء انت واقف كده ولا واقف كده الاثنين صح. دايما سالب في اكس. فالمعادله بتاعت نيوتن دايما سالب في اكس هو بتساوي ماس في اكسلريشن. ده هو بتساوي ماس في اكسلريشن سواء يمين ولا شمال. ايه اللي جاب على الجو؟ تعالى عايز اسمع بقى المحاضره. شكرا.